بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية، عدد الطعون المسجلة هي 835 طعن، منها 145 طعن من قبل القوائم المستقلة و 690 طعن من قبل الأحزاب، وتم الفصل فيها جميعا حسب الرد الآتي: 829 طعن مرفوض، وست طعون تم الفصل فيها بالقبول. اثنين، فيما يخص الانتخابات الشعبية الولائية، عدد الطعون المسجلة 442 طعن، منها 82 طعن من قبل القوائم المستقلة و 360 طعن من قبل الأحزاب، وتم الفصل فيها جميعا حسب الرد الآتي: 439 طعن مرفوض، وثلاث طعون تم الفصل فيها بالقبول. اثنين، أما على مستوى مجلس الدولة فقد سجلت 367 حالة استئناف، تم رفض 366 منها وقبول استئناف واحد، حيث لم تسفر هذه الطعون في تغيير النتائج الأولية المعلن عنها عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية إلا في أربع حالات، وهي: أولاً، على مستوى المجالس الشعبية الولائية، تأييد طعن مترشح واحد في حزب جبهة المستقبل بولاية سعيدة بحكم من المحكمة الإدارية. اثنين، على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تأييد طعن مترشح واحد في القائمة المستقلة الوحدة والتغيير ببلدية أم العسل بولاية تندوف بحكم من المحكمة الإدارية. تأييد طعن مترشح واحد في حزب جبهة المستقبل ببلدية إدلس بولاية طمنغست بحكم من المحكمة الإدارية. تأييد طعن مترشح واحد في القائمة المستقلة تكتل الأحرار ببلدية بومنقر بولاية باتنا بحكم من المحكمة الإدارية.